والسلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة يوم السبت، يوم التحدي. عندنا النهاردة بنعمل تحدي الملكة ورد جوري، طالبة مننا فطرة العيد او حلوة العيد. انا النهاردة معايا نعمل جاتو شاتو، معايا المقادير بتاعتها 3 بيضات هنحطهم في الخلاط، ومعايا كوباية من الزيت، ومعايا ورقتين من الفانيليا او كيسين فانيليا، ومعايا معلقة من الخل، وهنضربهم في الخلاط. ومعايا كوباية الا ربع ومعايا كوباية الا ربع من الكاكاو، وهنضربهم في الخلاط ونقول بسم الله لحد ما يتجانسوا مع بعض. هنشوف بقى يا حبايبي اصدقائي اللي مشتركين معايا في التحدي، هنسيب اساميهم في صندوق الوصف. عاملين وصفات جميلة ورائعة، وطبعا السكر حسب الرغبة، عايزة تحطي كوبايتين، عايزة تحطي كوباية، انت وزي ما بتحبي السكر بتاعك. انا حطيت كوبايتين لان اللي عندي بتحب الحاجات تبقى مسكرة. وهنضربهم كويس في الخلاط، وصفة جميلة وسهلة وهتعجب ولادك وهتقدمي منها في العيد. كده انا ضربتهم كده في الخلاط، هفضي بقى المواد التانية الجافة. هحط 2 كوباية دقيق افضيهم في البولة، واحط عليهم 1 كيس بيكنج باودر، عشان تطلع هشة وكويسة. وفض عليهم الخليط اللي انا ضربته في الخلاط، وذرة ملح صغيرة. اقلبهم مع بعض عشان يتجانسوا مع بعض، وافضي عليهم المواد اللي انا ضربتها في الخلاط كلها مع بعضها. بسم الله، واقلبهم بقى مع بعض. افضي الخلاط كويس واقلبهم مع بعض. اي حاجة حلوة وتحلية حلوة وهتعجب ولادي وهتعجب اي حد يجي يعيد علينا في العيد انجم يعني. اهم حاجة ان احنا نفرح ولادنا ونفرح اهل بيتنا. هنبدأ نقلبه، ما اجيب المضرب واقلبه كويس مع بعضهم بالمضرب زي ما انتوا شايفين. وهنا كده خلصت ضربهم بالمضرب، افضيهم بقى ايه في القالب بتاعي. بصراحة العجينة طرية وجميلة، تخدميها برضو في التقليب بتاعها حلو، وهي ناحية واحدة ما نطلعش الهواء من الناحية التانية. يعني احنا قلبنا ناحية واحدة، ما نفضلش نقلب ناحية عكس عكاس، لا هي مرة واحدة كده ناحية واحدة كده. هدهن القالب بتاعي بالسمنة وافضي فيه المكونات اللي انا عملتها. احلى جاتو شاتو. هنقول بسم الله، انا كده فضيت الكيك معايا، كده في مرحلة تانية هتتعمل عشان نكمل الجاتو شاتو. كده خلاص بقى هنحط ايوه نهزها كده كويس عشان خاطر تطلعي الفراغات اللي فيها، وهنعمل بقى المرحلة التانية. معايا كوباية لبن كبيرة، ومعايا شوكولاتة مطبخ، ومعايا كاكاو، ومعايا 2 معلقة من النشا عشان اعمل بيهم المكون اللي انا هحطه فوق الكيكة عشان يبقى احلى جاتو شاتو.
ابدا ايه يعني، اهدي النار شويه عشان الشوكولاته ما تتحرقش، وهحط كله، واللبن بارد هحط معايا معلقتين النشا ومعايا معلقتين او 3 كاكاو، هفضيهم مع بعض على البارد واقلبهم. زي ما انتوا شايفين كده ابدا احرك فيهم عشان كل المواد تتجانس مع بعض والشوكولاته تفك على نار هاديه. وحطيت الكيكه في الفرن، اهي بدأت دلوقتي تفك وانا بقلبها، ما شاء الله يعني الشوكولاتة قربت تدوب مع الحرارة. ان شاء الله هيبقى احلى جاتو شاتو، احلى فترة عيد واحلى تحدي. وما تنسيش بقى باللايك والشير اللي مدلعين والمشاركات الحلوة. انا فضيت عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرن الجاتو.